السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي جريد 3 برايمر 3، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اخدنا الجزء الاول من درس قطرة ماء، والنهاردة بإذن الله هنكمل الجزء الثاني. نبدأ كده مع بعض. قال الأب: كيف نحافظ على كل قطرة ماء؟ قالت بسمة: لن أفتح الصنبور كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين. قال باسم: سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد، ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر في الماء المياه. قال الأب: وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. قال باسم: سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء. قالت بسمة: وأنا أيضا. قال الأب: أحسنتما، فقطرة الماء تساوي الحياة. قالت الأم: قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. الآية دي من سورة الأعراف. ربنا هنا بيأمرنا إن احنا ناكل ونشرب ولا نسرف، يعني لا نبذر في استخدامنا لأي شيء في الأكل أو الشرب أو أي شيء. ليه؟ لأن ربنا مش بيحب المسرفين. طيب تيجي مع بعض كده نشوف الاقتراحات اللي قالوها كل واحد من أفراد الأسرة. طيب قال الأب بيقول إيه؟ كيف إداهم فكرة أو سؤال كل واحد ممكن في أفراد الأسرة أن يقول فكرة جميلة لتوفير المياه. كيف نحافظ على كل قطرة ماء؟ إزاي؟ بسمة قالت: لن أفتح الصنبورة كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين، قلناها في الحصة اللي فاتت. طيب نشوف بقى باسم الفكرة الجميلة بتاعته إيه. بيقول إيه بقى؟ سأغلق الصنبورة مباشرة بعد غسل وجهي. يعني هو بيغسل وشه هيعمل ايه؟ هيقفل مباشرة الصنبور، مش هيسيبه بعد ما بيخلص بقى يقعد يمسح وشه كده فيسيب الصنبور مفتوح، لا، مباشرة بعد غسل وجهه هيغلق الصنبور. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد. دايما الأم بتبقى في المطبخ بتعمل لنا الاكل والخضروات، بتغسلها والفواكه والحاجات الجميله اللي بتعملها لنا في المطبخ. فهي قالت فكره مناسبه للمطبخ، ايه بقى اللي هو؟ ساغسل الفواكه والخضروات في اناء به ماء متجدد، ولن اغسلها تحت الصنبور. مش هتغسل الفواكه والخضروات مباشره تحت الصنبور، لان ده بيستهلك او بيبقى فيه ميه كتير نازله. فهي هتعمل ايه بقى؟ لن اغسلها تحت الصنبور. ليه؟ لأوفر في المياه. قال الأب: وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. لما يجي يغسل سنانه هيستخدم كوبا من الماء بيملاه، وبعدين بيغسل سنانه، ولما بيخلص بياخد كوبا آخر، لكن مش هيفتح الحنفية مباشرة وهو بيغسل أسنانه، طبعا عشان يوفر في المياه. قال باسم: سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء. فكرة جميلة قوي. يعني هم خلاص بدأوا بأنفسهم في المنزل، والأفكار الجميلة دي هينفذوها عشان يوفروا في الماء. طيب هيقفوا كده؟ لا، باسم بقى هينصح زملائه بعدم الإسراف في الماء. طيب باسم قالت إيه؟ وأنا أيضا. هي كمان هتروح لزملائها وزميلاتها وتقول لهم أو تنصحهم بعدم الإسراف في الماء. الأب طبعا فرح جدا بالأفكار الجميلة دي، وقال لهم: أحسنتما، فقطرة الماء تساوي، يعني تعادل بالظبط كده الإيه؟ الحياة، لأن المية هي اللي بتخلينا عايشين وفي حياة في على كوكب الأرض. قالت الأم: قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نيجي نشوف مع بعض كده المعاني. إناء، يعني إناء، شوف كده. طبعا الكلام ده ماما اللي قالته: إناء، سأغسل الفواكه
والخضروات في إناء يعني وعاء، لأوفر، أوفر يعني أرشد زملاء يعني أصحابي. ها، أحسنت يعني أجدت، ولك فكرة جيدة، فكرة حسنة يعني فكرة جيدة، يبقى أحسنت معناها أجدت. تساوي يعني تعادل، تصرفوا، تبذروا أو تفرطوا، تفرطوا يعني تبقى إيه، في إسراف هنا. المسرفين، مين المسرفين دول؟ اللي هم المبذرين. أغلق حاجة، بغلقها، بقفلها، مضادها إيه؟ أفتح. بعد، ضدها قبل. تحت، ضدها فوق. الإسراف قلنا من شوية إن هي التبذير والإفراط، ضدها إيه؟ التوفير. أحسنت قلنا أجدت، يبقى مضادها أسأت. حاجة حسنة عكسها حاجة مش كويسة سيئة. قالت عكسها سكتت أو صمتت. نيجي للكلمة وجمعها. وجه، 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 وجه. جمعها إيه؟ وجوه وأوجه. إناء جمعها أواني وآنية. كوب جمعها أكواب، كوب جمعها أكواب. الماء جمعها المياه والأمواه، المياه والأمواه. الفواكه، نجيب هنا بقى مفردها. الفواكه، فواكه كتير، مفردها الفاكهة، فاكهة واحدة بس. المياه، مياه كتير، مفردها الماء. أسنان، طبعا جامع مفردها سن، مفردها سن. زملاء، مفردها زميل، زميل واحد. المسرفين، مفردها المسرف. نيجي شوف الأسئلة. كيف ستحافظ بسمة على الماء؟ كيف ستحافظ بسمة على الماء؟ يعني ايه الفكرة اللي بسمة فكرت فيها وقالت هتعملها ها عشان توفر في الماء؟ تيجي نشوف. اهي، لن افتح السنبورة كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين. يبقى قالت ايه؟ اهي دي الفكرة او دي الطريقة اللي هتحافظ بيها على الماء. لن تفتح السنبورة كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين. كيف سيحافظ باسم على الماء؟ باسم يا ترى هيحافظ ازاي على الماء؟ قال ايه؟ سأغلق السنبور مباشرة، مباشرة بعد غسل وجهي. يبقى قال الفكرة بتاعته ان هو ها سيغلق السنبور مباشرة بعد غسل وجهي. كيف سيحافظ الأب على الماء؟ الأب قلنا بيغسل أسنانه، يبقى هيعمل إيه؟ يبقى سيستخدم كوبا من الماء عند غسل أسنانه، كوبا من الماء عند غسل أسنانه. ماذا قالت الأم لتحافظ على الماء؟ الأم اللي بتبقى في المطبخ تعمل لنا أكلنا جميل وتغسل لنا الخضروات والفواكه، يبقى هتعمل إيه؟ قالت ها سأغسل الفواكه والخضروات في إناء يعني وعاء به ماء متجدد. متجدد يعني متغير، مش راكد، متغير ومتجدد. ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر في الماء. ماذا سيطلب باسم وبسمة من زملائهما الاتنين دول؟ ها هيطلبوا ايه بقى؟ هيطلبوا ايه؟ اهو سيطلبان منهم عدم الإسراف في الماء. هيطلبوا من زمايلهم ان هم يوفروا ويبقى في ايه؟ عدم الاسراف في الماء. تمام؟ طيب بسرعة كده. قال دي ايه؟ ترى اسم ولا فعل؟ قال حاجة تحصل ايه او حصلت، تبقى ده فعل. الاب اسم. كيف نحافظ على كل قطرة ماء؟ اسلوب ايه يا ترى؟ مين يفكر معايا؟ يا ترى دي علامة ايه؟ دي تعجب عشان يبقى ده اسلوب تعجب؟ لا، ها دي علامة استفهام، يبقى ده اسلوب استفهام في الاداء بتاعته، في الاداء. يا ترى ايه؟ كيف، كيف بتسأل عن ايه؟ عن الحال او الطريقة. يبقى كيف نحافظ على كل قطرة ماء؟ ده اسلوب استفهام. قالت بسمة لن افتح السنبورة كاملا. لن قلنا ده اسلوب، في لن اهو يبقى اسلوب نفي. قال باسم سأغلق السنبورة مباشرة بعد غسل وجهي.
الصنبور، الصنبور لام شمسية ولا قمرية؟ الصنبور. طب الصاد دي من حروف ايه؟ اللام الشمسية. ايه هي اللام الشمسية؟ قلناها ان اللام التي تكتب ولا تنطق. الصنبور، قلنا الصنبور ما قلناش الصنبور، يبقى دي لام شمسية. طب وجهي، وجهي انا دي اسمها ياء ايه؟ ها ياء متكلم. وجهي انا، مدرستي، فصلي، امي، دي كلها اسمها ياء متكلم. قالت الام، قالت الام، قالت ت ت استاء مفتوحة، يعني ليها الاثنين، قالت، وان التاء المفتوحة تكتب وتنطق تاء عند الوقف والوصل. قالت الام، قلتش قاله، قلت قالت ت ت، قلت التاء كده صريحة، يبقى دي تاء مفتوحة. طيب طيب تمام. وانا ايضا، وانا ايضا قالت بسمة، وانا ايضا دي بترجح فكرة مين؟ باسم. قال الاب احسنتما. فدي اداة عطف، اداة عطف. فقطرة الماء تساوي، تساوي يعني تعادل الحياة. قالت الام، قال الله تعالى وكلوا واشربوا. كلوا واشربوا ده اسلوب امر، كلوا اشربوا اسلوب امر، ولا تسرفوا، في لا لا تسرفوا ده اسلوب نهي. ربنا هنا بينهينا عن الاسراف، لكن هنا بيطلب مننا فعلا ان احنا ناكل ونشرب، لكن لا نسرف، يبقى لا تسرفوا ده اسلوب نفي، انه لا يحب المسرفين، لا يحب برضو نفي. نيجي كده نشوف الاسئله في البوكلت صفحه 34. قالت الأم، وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد، ولن أغسلها تحت السنبورة لأوفر في المياه. قال الأب، وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. قال باسم، سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء. السؤال بيقول كيف ستحافظ الأم على الماء؟ كيف الأم؟ الأم أهي، يبقى قالت الأم أهي دي، وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد. تمام. كيف سيحافظ الأب على الماء؟ الأب هيحافظ إزاي على المية؟ ها نجيب قال الأب أهو، أنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. يبقى سيحافظ إزاي الأب؟ ها سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. دايما بنقرأ كويس القطع عشان نطلع منها الإجابة بتاعت الأسئلة اللي لنا كاتباها. ماذا سيطلب باسم من زملائه؟ يبقى قال باسم هيعمل ايه؟ اهو، سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء، يبقى هيطلب منهم عدم الإسراف في الماء. برافو عليكم. استخرج من الفقرة، من الفقرة يبقى هنبص هنا ونقرأ هنا كويس. كلمة بها تنوين، كلمة بها تنوين. ماء. طب ايه كمان؟ كوبا. تمام، ده تنوين. كلمة بها تاء مفتوحة، قلت مفتوحة فتحة ايديها الاتنين يعني مش مقفولة، ها يبقى النقط فين؟ جواها. اهي الخضروات، الخضروات. هات مرادف الإسراف، يعني ايه الإسراف؟ مرادف يعني معناه، معنى ايه الإسراف؟ معناها التبذير. طب مضاد تحت فوق. ميز الكلمة المختلفة في كل سطر. ماء، تلفاز، بناء. نلاحظ هنا دي آخرها همزة، ودي آخرها زاي، ودي آخرها همزة، يبقى الاتنين دول زي بعض. هو عايز المختلفة، يبقى ايه؟ كلمة تلفاز. نهر، سمع، زرع. نهر، سمع، زرع. ها دي اخرها عين ودي اخرها عين، لكن كلمة نهر اخرها راء، يبقى هي دي الكلمة المختلفة. قطرة باسم الأسرة، قطرة باسم الأسرة. قطرة اخرها تاء مربوطة، الأسرة اخرها تاء مربوطة، باسم اخرها ميم،
يبقى دي مختلفة، يبقى هي كلمة باسم دي الكلمة المختلفة. رتب لتكون جملا مفيدة. الحياة النيل مصدر. هقولها ازاي؟ ينفع اقول الحياة مصدر النيل؟ لا طبعا، مش دي المصدر، النيل هو اللي مصدر الحياة، يبقى النيل مصدر الحياة. الصنبور بعد سأغلق وجهي غسل، اقول ايه؟ سأغلق ها وجهي؟ لا طبعا، سأغلق الصنبور بعد غسل وجهي. سأغلق الصنبور بعد غسل وجهي. الخضروات إناء ما أغسل به فيه، أقولها إزاي؟ ها أغسل، برافو عليكم، أغسل ها الخضروات في إناء به ماء. أغسل الخضروات في إناء به ماء. صل، من القائل؟ يعني الكلام ده يا ترى مين اللي قاله؟ هنا نوصل نشوف كده مع بعض. سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء. مين اللي كانت بتغسل الخضروات يا جماعة؟ مين يا ترى؟ مين؟ بسمة؟ بسمة الأم؟ الأب؟ مين؟ ها مامتنا، يبقى الأم. يبقى سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء. مين اللي قالت كده؟ الأم. طيب، سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. يا ترى مين اللي كان بيقول كده؟ يا ترى مين؟ تيجي نشوف مع بعض. الأب هو اللي قال وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني، يبقى الأب. طيب، لن أفتح الصنبورة كاملا عند غسل اليدين. لن أفتح الصنبورة كاملا عند غسل اليدين، مين يا ترى؟ بسمة. يبقى قالت بسمة لن أفتح الصنبورة كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين، يبقى الإجابة نوصلها ببسمة. طيب، مين بقى اللي قال سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي؟ مين اللي هيغسل وشه يقفل الصنبور بسرعة؟ مين يا ترى؟ باسم. يبقى سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي، مين اللي قالها؟ باسم. طيب كده، يبقى خلصنا الجزء الثاني من درس قطرة ماء. توفيق حبايبي، إن شاء الله، مع السلامة.